في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس الأمن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شددت دولة الكويت على الحق السيادي لكل دولة بالتعامل مع قضاياها الداخلية وفقا لأنظمتها الوطنية. وقال الغنيم إن الكويت تؤكد على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمناهج المناسبة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. الغنيم وفي كلمته دعا إلى احترام مبادئ الحياد والحوار والدفع بالتعاون الدولي البناء، الأمر الذي يتطلب تجنب المعايير المزدوجة والانتقائية ومحاولة تسييس أعمال المجلس وتأزيمه.